أتوجه مباشرة للحراك، الحراك الذي سبق لي مرارا وتكرارا أن قلت أنه حراك مبارك. إذن ومن خلال هؤلاء أتوجه مباشرة للحراك الذي أمد له يدي لحوار جاد من أجل الجزائر والجزائر فقط. هذا الحراك الذي انبثقت منه الآليات، آليات الحوار وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مما أعاد الجزائر إلى سكة الشرعية مع الابتعاد عن المغامرات والمؤامرات التي كادت أن تعصف بالشعب الجزائري.